بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. سيدات السادات، يا سأل الله اوقاتكم ونورها بكم. معكم احمد، اليوم حلقه جديده حقيقه بمناسبه 21 يوني اليوم، يعني وهو الانقلاب الصيفي. طبعا راح احكي ليش عن انقلاب الصيف، مش الانقلاب الصيفي انما هو الانقلاب الشمسي الاسم العلمي له. في الحقيقه هو في عندنا انقلابين شمسيين، 21/6 اليوم وهو بدايه الانقلاب الصيفي، وفي انقلاب الشمسي الاخر اللي هو 21 ديسمبر 12 القادم. ما هو الانقلاب الشمسي؟ الانقلاب الشمسي باختصار شديد يا جماعة وهو يعني النقطة اللي بتكون فيها الشمس أبعد ما يكون في السماء في نصف الكرة الشمالي أو في نصف الكرة الجنوبي. لماذا تحدث؟ أيوة، فنعرف شو يعني. طبعا في فرق بين انقلاب الشمسي وبين الفصول وتعاقب الفصول، وسنعرف شو الفرق بيناتهم. طيب متى يحدث الانقلاب الشمسي؟ في 21/6 زي ما قلنا، في مرات بعشرين، يعني مش دائما ثابت، مرات بعشرين، مرات 21، مرات 22/6. طبعا هسا نعرف ليش بيختلف، وكذلك الانقلاب الشتوي نفس الشيء، إنما في الغالب هو بيكون في 21/6 تحديدا الساعة 3:30 فجر هذا اليوم من 21/6. إنما يتميز ليش؟ لأنه زي ما بنعرف إحنا السنة بالنسبة للتقويم طبعا الميلادي هي 365 يوم وربع، هاي السنة البسيطة ماشي. إنما السنة طبعا هذا الربع لما يجمعوا الأرباع هاي لمدة 4 سنين بطلع يوم كامل، فبصير عندنا بعد 4 سنين سنة كبيسة، فتأتي السنة هون 366 يوم. ليش؟ هاي اليوم الزيادة اللي هو الأربع أرباع لما جمعناهن على مدى 4 سنين طلع معنا شالت يار، يعني السنة كبيسة. طبعا لماذا تحدث؟ تحدث لأنه الأرض طبعا مدارها حول الشمس هو الحقيقة إهليليجي، أي نعم مش دائري 100%، وبالتالي هذا الانحراف بمقدار 23.5 درجة ماشي. الانحراف يعني هاي الشمس، طبعا أنا راح أحط يعني مجسم هاي الكرة الأرضية تبعي لتوضيح الصورة وتبسيطها بشكل كبير جدا. زي ما احنا شايفين يعني الأرض المحور تبعها مايل، هذا الميلان يقدر ب 23.5 درجة زي ما حكينا. هذا الأرض لما تدور طبعا حول الشمس على مدار السنة ما بيكون دورانها يعني موازي، خلينا نقول لمدارها حول الشمس، إنما بيكون مائل شوي لفوق ماشي زي ما انتم شايفين. هذا الميلان طبعا هو اللي بيخلي يعني مختلف مناطق الأرض تتلقى أشعة الشمس باختلاف بشكل مختلف حسب فصول أو حسب أشهر السنة. فمرات بتكون أشعة الشمس عمودية في النصف الشمالي، ومرات بتكون عمودية في النصف الجنوبي حسب الموقع الجغرافي. وطبعا في 21/6 بتكون الأرض أو الأكسة تبع الأرض انحنائها باتجاه الشمس أكثر نحو الجنوب نحو الشمال، فبتكون النصف الشمالي من الأرض هو اللي مواجه للشمس، فبتكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان اللي هو يعني النصف المدار الشمالي للكرة الأرضية، فبتكون الصيف عندنا وين؟ في المناطق الشمالية أو النصف الشمالي. والعكس صحيح، بيكون 21 ديسمبر الشمس عمودية بتكون أكثر على النصف الجنوبي على مدار جدي، وهذا السبب اللي بيخلي فصول السنة تتعاقب مش كما يعتقد، لأنه في اعتقاد خاطئ لدى كثير من الناس ماشي، وفهم خاطئ بأنه فصول السنة تتعاقب بسبب بعد الشمس أو الأرض عن الشمس. فإحنا بنعرف أنه الأرض بتكون مرات بعيدة عن الشمس ومرات تكون أقرب، اللي بسموها الحضيض أو الأوج. هسا الأوج لما تكون الأرض أبعد ما يكون عن الشمس تقريبا 153 مليون كيلومتر بتكون بعيدة، والمقابل الحضيض بتكون أقرب ما يكون حوالي 147 مليون كيلومتر عن الشمس. وطبعا هي كمتوسط دائما الفلكيين بيقولوا أنه المسافة 150 مليون كيلومتر، إنما هذا طبعا المتوسط، إنما هي بتكون بالأوج أكثر وبالحضيض أقل. بس مش هذا السبب، مش السبب، لأنه هذا تأثيره ضئيل جدا ماشي جغرافيا على المناخ. الحدد المناخ زي ما حكينا اللي هو الأكسة تبع الأرض، انحراف الأرض عن مدار الشمسي، واللي بتعاقب ويتغير حسب فصول السنة وأثناء دوران الأرض حول إيش؟ الشمس. هذا هو باختصار ليش يحدث الزونين فيندي أو الانقلاب الصيفي أو الانقلاب الشمسي عفوا وتعاقب فصول الأربعة. وطبعا يكون متعادل يعني الليل والنهار، طبعا بيكون بالصيف اكيد النهار طويل بالنصف الشمالي في 21 يوني اليوم، يعني اطول ما يكون، يعني اليوم اطول نهار بيكون في النصف الشمالي اكثر من 12 ساعة حسب الموقع الجغرافي، والعكس صحيح في النصف الجنوبي بيكون اقصر ليل، وبكون طبعا دائما عند خط الاستواء متساوي الليل مع النهار، عشان هيك اسمه خط الاستواء. ليش؟ لانه النهار والليل دائما متساويين بالطول. هاي باختصار شديد. الان زي ما حكينا
يحدث طبعا بسبب إذن الاختلاف والانحناء. طبعا هذا الانحناء ليش النايجونج هذا للأكسة تبع الأرض، ليش في ليش الأرض مش يعني مدارها حول الشمس، ليش مش متوازي أو مستقيم؟ هذا الانحناء حسب الفلكيين إنه سببه اصطدام الأرض في تاريخها القديم، إنه اصطدمت في كوكب بحجم المريخ، فهذا الاصطدام عمل على إيش نشوء هذا الانحراف في إيش في دوران أو مدار الأرض حول الشمس. وطبعا جاذبية القمر تلعب دور كذلك، وبتأثر برضو على في بعض الأحيان على انحراف طفيف للأرض وهي دائرة حوالين الشمس، وهذا اللي بيسبب الاختلاف مرات 20 مرات 21 مرات 22 يوني يأتي طبعا الانقلاب الصيفي، إنما هو بشكل عام اليوم ناشي. هاي باختصار شديد. طيب الآن شو بدنا نحكي؟ آخر نقطة بحب أحكيها إنه طبعا كل الكواكب مش بس الأرض طبعا فيها الفصول الأربعة، وفيها تعاقب الفصول الأربعة، وفيها ما يسمى بالزونن فيندي أو الانقلاب الصيفي، بس تختلف عن الأرض زمنيا ووقتيا بسبب انحراف هاي الكواكب. يعني مش كل الكواكب زي الأرض انحرافها 23 ونص درجة. هسا مثلا خلينا نأخذ أورانوس. أورانوس ينحني عن مداره حول الشمس بمقدار 98 درجة جراد، يعني تقريبا أكثر من زاوية قائمة، فبيكون لما يلف حوالين الشمس هيك بيكون انحرافه، مش زي الأرض. الأرض هيك لا مايلة شوي، هناك الأورانوس لا بيكون مايل بنسبة كبيرة، يعني تقريبا أكثر من زاوية قائمة 98 جراد. وطبعا هو كونه بعيد عن الشمس أكثر بكثير بعده عن الأرض، فسنته هو 84 سنة أرضية حتى يدور أو يكمل دورانه حول الشمس. وبسبب انحرافه الشديد 98 درجة طبعا هذا بيؤدي إلى أنه الفصول الأربعة طول أنها تحدث فيه، يعني كل فصل يأخذ في على أورانوس، سطح الأورانوس 21 سنة أرضية، تخيلوا يعني الصيف بيظل 21 سنة، الشتاء بيظل 21 سنة، الربيع بيظل 21 سنة، تخيلوا يعني تخيلوا الشتاء يظل 21 سنة. هسا إذا الصيف ظل 21 سنة روعة، أنا بحب الصيف، لأنه إنما الشتاء 21 سنة يعني كارثة. كذلك الأمر بالنسبة لباقي الكواكب تختلف طبعا، مثلا الزهرة تصوروا يعني الزهرة أكثر شيء غريب، يعني إنه الفصول الأربعة تتعاقب أحيانا، الفصل مخلص قبل ما يخلص اليوم، يعني يوم الزهرة أطول من فصله، يعني تخيلوا مثلا يبدأ فصل الشتاء بالزهرة صباحا الساعة 8 صباحا ينتهي 12 ظهرا، يعني قبل ما يخلص اليوم، فطبعا كومش. وبالتالي يعني سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني هيئ يعني سبحان الله الأرض حتى تكون مسكن للإنسان، يعني هي يعني شوف هذا الاصطدام اللي صار في تاريخ الأرض القديم السحيق، واللي خلى الأرض تصطدم بهذا الكوكب اللي بحجم المريخ، اللي بسببه انحنت الأرض أو يعني مال المدار تبعها بمقدار سبحان الله 23.5 درجة، حتى تتعاقب الفصول بشكل نظامي امتكتك على الكمبيوتر، بحيث إنه الفصول تجينا كل 3 أشهر. هسا في نقطة قبل ما أكمل، في هسا عنا إحنا ميتيورولوجيش وفي عنا أسترونوميش بالنسبة للفصول. هسا اليوم بدأ الصيف فعليا أسترونوميش فلكيا، بس في ميتيورولوجيش يعني مناخيا لا بدأ بواحد ستة. هسا في هيك وفي هيك، في ناس بيقول لك لا بواحد ستة ببلش الصيف، بس هو فعليا يعني طبعا فلكيا لا اليوم فعليا اليوم 21.6 هو الانقلاب الصيفي، يستمر حتى 23.9 ماشي. إنما هو ميتيرولوجيش يبدأ كل 3 أشهر في عنا فصل، يعني بواحد ستة ببلش الصيف بنتهي بواحد تسعة ماشي وهكذا. إنما لا هو الأصح أنا رأيي فلكيا إنه بيبدأ 21.6 بنتهي 23.9 هذا هو فصل الصيف. طيب سبحان الله كل هالمقادير هاي والدقة العالية في الخلق الإلهي هو اللي خلى الأرض سبحان الله يعني هذا الانحناء 23 درجة بالضبط، هو اللي خلى الفصول تتعاقب بشكل مستمر ونظامي كل 3 أشهر، وتكون يعني بشكل منتظم وما يكون فيها التطرف زي اللي بالزهرة ولا زي أورانوس زي ما ذكرنا قبل شوي بالمثال. فسبحان الله يعني فسبحان الله يعني ربنا لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض ها مش بالمريخ، في الأرض فقط، يعني خلص نقطة انتهى، يعني الحياة فقط بالأرض. أي نعم تعلموا وابحثوا يا بشر، هيك ربنا بيقول، وأول آية نزلت يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، وربنا طبعا يعني بحب يعني يخشى من عباده العلماء ويقدر العلم ويدعو البشر إلى التعلم والبحث والتفكر في السماء، ولكن بمقدار ومقاييس وحدود
لا يجب التخطيها، لأنه خلاص إحنا الأرض إحنا اللي ربنا هيئها إلنا. وكيف يقول لك كل شوي بطالعين هذول تبعين الفلك إنه في كواكب اكتشفوها زي الأرض وممكن تكون صالحة للحياة وكذا، وعم بيفكروا إنهم قال يصنعوا مركبات فضائية للوصول إليها، وطبعا تستغرق مئات السنين الضوئية للوصول. يعني طبعا هذا كفتش، يعني إذا الواحد طلع اليوم مثلا بمركبة فضائية حتى لو بلغت سرعتها سرعة الضوء رح يصل بعد 100 سنة أو 100,000 سنة، فقديش يعني مين بده يعيش حتى يصل إلى ذلك الكوكب؟ وهذا إذا كان في حياة أساسا. ربنا قال إني جاعلون في الأرض خليفة، إذن الحياة فقط على الأرض. وربنا قال كمان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان. فيا إنسان يعني اهدى وخليك بالأرض وأوكي تعلم وتفكر وابحث واعمل كل اللي بدك إياه، إنما فيش حياة إلا على الأرض. بس يعني حبيت أني أحكي هذا الموضوع بمناسبة الانقلاب الصيفي اللي يحدث اليوم. كل عام وأنتم بألف خير، وصيفية إن شاء الله تكون سعيدة علينا وعليكم، ونلتقي إن شاء الله مع دروس قادمة. كان معكم أحمد، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.